اهلا بيكم في جزء من حلقتنا. في هذا الجزء نستعرض ملف الاعلام الحقيقي، ملف الملفات الحساسه والشائكه اللي يمكن الرئيس السيسي بيهتم بيها. في الحقيقه انا يعني هنتهز هذه الفرصه او هذه المساحه المتاحه من الحلقه واعرض على الرئيس مشكله الصحافه في مصر. الحقيقه يعني احنا فوجئنا، وده انا اوجهه او ده حديث اتوجه به الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهور، حوالي بالضبط يوم 23 يناير 2016، بصدور مسوده مشروع القانون الموحد للصحافه والاعلام. طبعا الرئيس يهتم بقطاع الصحافه، الرئيس يهتم بالاعلام بشكل عام، ويمكن الرئيس حين تحدث على هذا الموضوع في الحوار اللي كان اجراه مع الاعلام واسامه كمال اتكلم ان مفيش بلد في العالم قطاع الاعلام والصحافه يترك بلا تنظيم، وفعلا الرئيس محق في هذا. والحقيقه المشكله احنا وصلنا لها النهارده دي هي مشكله ما ظهرتش في يوم وليله، هذه المشكله ظهرت منذ فتره طويله. يمكن انا كنت اول من رصد هذا، يمكن رصدت الكلام ده هو من 3 سنين، وكنت ارى ان احنا ماشيين في طريق اداره خاطئه لملف الاعلام. الكلام ده اعتبارا من يوم 9/7/2013 لما التقى وفد مجلس نقابه الصحفيين بالرئيس او المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت في هذا الوقت. في الحقيقه كان في توجه واضح من نقيب الصحفيين وقتها الاستاذ زي رشوان هو ان يتم تفكيك المؤسسات المعنيه باداره قطاع الصحافه والاعلام. النهارده احنا بنتكلم يا جماعه عندنا مجلس اعلى للصحافه. هذا المجلس هو ليس مجلسا سياسيا، ده بالظبط زي المجلس الاعلى للشرطه، زي المجلس الاعلى للجامعات، زي المجلس الاعلى للقضاء، زي المجلس الاعلى للقوات المسلحه. هذه المجالس العليا سواء كانت للصحافه او للشرطه او للقضاء او لاي جهه معينه، هذه المجالس تقوم بدور اداري فني بحت لا علاقه له بالعمل السياسي. فاذا النهارده حين نتحدث ان في ثوره قامت في 30/6 ويتم الاطاحه بمجلس اعلى للصحافه، هو طبقا للدستور وطبقا للقانون 96، ده قانون 96 اللي الصحفيين في مصر توافقوا عليه سنة 96، يتحدث على أن هذا المجلس له شخصية اعتبارية مستقلة. حين تم حل مجلس الشورى ليس بالتبعية أن يحل مجلس على الصحافة، لأن ده مجلس فني، مجلس الشورى تحل، تبقى مجلس الشعب قبل يتحل، لكن مصر ما عاشش يوم واحد من غير صحافة. هذا المجلس له أدوار منصوص عليها في القانون 96 اللي الصحفيين حطوه بإيديهم والصحفيين وافقوا عليه، ومن ضمن مهامه في مهام كتير جدا هنعرضها دلوقتي. طبعا فوجئنا، بس يعني انا عايز بس اوضح اصل المشكله، ان يوم 9/7 راحوا قعدوا مع المستشار عدلي منصور، حاولوا يقنعوه بان المجلس الاعلى للصحافه ده يجب ان يتم حله ويتم اجراء تغييرات صحفيه، وان طبعا رد على المستشار عدلي منصور وقال لهم يعني انا مش شايف ان في مبرر ان احنا نعمل تغييرات صحفيه في الوقت الحالي، خلوا قطاع الصحافه شغال زي ما هو، لكن فيما يتعلق بحل المجلس الاعلى للصحافه نحل المجلس الاعلى للصحافه. واوهموه ان ده مجلس يعني اتشكل في مرحله واحنا مش عايزين بقى ولازم نهد مرحله ومش مرحله والكلام ده كله. طبعا انا فوجئت بان في عمليه او في اتجاه خاطئ بدا، وانا اتوجه بحديث للرئيس السيسي يعتبر ان هو الرئيس هو الرمز الذي نثق تماما في رؤيته وتقديره لكل صاحب رؤيه وطنيه. فوجئنا بان في يعني ما يشبه توقيع على بياض، المستشار عدلي منصور وقع على بياض كده ما يشبه توقيع على بياض للاستاذ زي رشوان نقيب الصحفيين بمساعده المستشار الاعلامي وقتها احمد المسلماني بان يتم تشكيل مجلس اعلى جديد للصحافه. طبعا انا في هذا الوقت نبهت لخطوره ما يحدث، لان القضيه مش مساله حل مجلس اعلى، حل 100 مجلس اعلى للصحافه، لكن النهارده انت بتحل مجلس وشكل مجلس يكون في عندك قرار له اهداف. انت ايه هدفك؟ هل المجلس اللي كان شغال اللي كان موجود ده اهو هل كان يسيطر عليه الاخوان؟ هو ده السؤال. السؤال الثاني، هل المجلس اهو كان فيه ادوار المفروض يقوم بيها ويمشي بيها؟ السؤال الثالث، هل كان فيه حاجات ما كان يصح ان يفعلها وفعلها وارتكبها؟ هو ده السؤال. فانا حقيقة كنت نشرت مقال في جريده الاهرام يوم 29 يوليو سنه 2013، 29/7/2013 نشرت مقال في الاهرام بعنوان حقائق اخفاها مجلس نقابه الصحفيين عن الرئيس. وقلت الحقيقه كان المفروض مجلس نقابه الصحفيين وهو رايح يقابل المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت المفروض يعرض عليه مشاكل قطاع الصحافه، نقول له يا ريس مديونات المؤسسات الصحفيه القوميه النهارده اللي عدت 10 مليار جنيه، يا ريس عايزين نتكلم في عدد هيكله المؤسسات ومشروعات الهيكله، عايزين يا ريس محتاجين ان احنا نرتقي مستوى مهنه الصحافه ومحتاجين معاكم يا جماعه المقاله دي بتاعت الاهرام. مقاله الاهرام اللي هي 29، ادي المقاله اهو 29 يوليو، هذا المقال انا نشرته يوم 29/7/2013 اتحدث فيه عن حقائق اخفاها مجلس نقابه الصحفيين على الرئيس. طبعا الحقيقه انا كنت رحت مؤسسه الرئاسه، رحت الاتحاديه وتقدمت بمذكره عرضت اديتها لمدير مكتب الرئيس عدلي منصور. فوجئت بان المذكره دي اللي انا بعتها لعدلي منصور اتحولت لمستشار اعلامي، يعني اللي انا بشتكي منه رحت له مذكرتي. ودي من ضمن الاشياء الغريبه في الاداره المصريه، ازاي النهارده ان انت رايح لرئيس الجمهوريه بتقول له يا ريس خد بالك في غلطه بتحصل، في اتجاه، في اجراء انتقامي بيستخدم لتفكيك المؤسسات الصحفيه القوميه. اذ بي افاجئ من خلال مدير مكتبه وقتها ان حول المذكره على المستشار الاعلامي. فاذا انا النهارده بتكلم فين؟ خلاص اذا جورج الخامس يحاول جورج الخامس. طبعا كتبت هذا المقال اوضحت فيه المستشار عدلي منصور ان ما يحدث هذا ليس الهدف منه مجرد تشكيل مجلس اعلى بقدر هو الهدف انه هو القفز على مقاعد المؤسسات الصحفيه القوميه التي ظلت وما زالت وستبقى عصيه على اي تغير سياسي.
الاخوان المسلمين قبل كده في مرحله حابوا ان هم ينطوا على المؤسسات دي وياخدوها اداه لحسابهم وما نجحوش. فشلت جماعه الاخوان بحكمها وبنظامها في ان تجعل من الصحافه القوميه اداه او ذراع ليها. النهارده بقى لما حصل تغيير جم جماعه المصريين قفزوا على نقابه الصحفيين، قال لك لا طب ما هنحاول نشدها احنا الناحيه الثانيه، حاولوا يشدوها وراحوا النهارده خدعوا مش عادل منصور، خدعوه بمعنى الكلمه بمساله اعاده تشكيل مجلس اعضاء الصحافه. انا اذكر ان انا اجريت اتصال بالاستاذ زياد رشوان، قلت له يا استاذ زياد احنا ما عندناش مشكله في انك تحل المجلس تشكل مجلس جديد، بس انا كل ما اطلبه منك وهذه الشهاده انا بقولها واضعها امام الرئيس السيسي وانا مسؤول عن كل كلمه وكل حرف انا قلته، قلت له ارجوك ان انتوا يا جماعه لو سمحتوا كملوا المسار اللي احنا ماشيين عليه. في مسار احنا النهارده رحنا مكتب الدكتور عبد العزيز حجازي، جبنا خبراء من مكتب الدكتور حجازي اشتغلوا معانا سنه كامله ما خدوش مليم من الدوله. اتحدى ان يكون في مليم اتصرف لخبير واحد، وكنا ماسكين 8 مؤسسات صحفيه بنعمل هيكله، كنا بالفعل خلصنا 4 مؤسسات صحفيه قوميه، شخصنا امراضها وحددنا المشاكل بتاعتها وهنعمل ايه وهنروح فين ونيجي منين. طبعا كل ده كان المفروض ان هو يستكمل. طبعا الاستاذ زياد رشوان هو مش في دماغه اللي انا بتكلم فيه ده كله، هو راجل قاعد يستخف بالكلام ده كله، ويعني ايه ده مجلس البارونات ومجلس اللوردات ومش عارف كذا، طب كان في مجلس قبليك عمل كذا ومش مجلس كذا. قلت له يا استاذ زياد طب انا عايز اقول لك حاجه، كنت انت بتتكلم في حل مجلس الشورى، انا معايا النهارده قرار اللي اصدره مشير حسين طنطاوي، قرار مجلس اعلى القوات المسلحه اصدره مشير حسين طنطاوي باعاده تشكيل مجلس الصحافه. هذا قرار صادر بتوقيع المشير طنطاوي اهو، الكلام ده هو صادر يوم 3 نوفمبر 2011. يعني اذا ثوره 25 يناير لما قامت، انا بس عايز اطرح امام الرئيس السيسي حاله التخريب اللي حصل تعرض ليها قطاع الصحافه القوميه تحديدا. لما قامت ثوره 25 يناير تم حل مجلس الشعب وتم حل مجلس الشورى، ولم يحل المجلس الاعلى للصحافه. هذا الرجل المحترم المشير محمد حسين طنطاوي هو رجل يعرف تماما كيف، وراجل ادار مصر يعني عايز اقول بافضل المتاح. النهارده ظل المجلس الاعلى للصحافه اللي هو المعني بتدبير حصص الورق، المعني باجراء الدراسات الاقتصاديه الخاصه بالمؤسسات، بمتابعه اوضاع واداء الفني للمؤسسات مستمرا رغم قيام الثوره وحل مجلس الشعب وحل مجلس الشورى لغايه 3 نوفمبر 2011 لغايه المشير طنطاوي شكل المجلس الاعلى الجديد. ولما حب يشكل المجلس الاعلى الجديد شكله طبقا لمعايير واليات القانون 96 96. القانون 96 ده بيحدد ازاي نشكل مجلس اعلى للصحافه، ازاي ان انا اضمن هذا الطيف الصحفي المتعدد من كل الصحافه القوميه والحزبيه والمستقله يكون ممثل عندي في هذا المجلس اللي هو بيعد الممثل القانوني وشعب المؤسسه الصحفيه. بيوضح ان انت تكون عندنا رؤساء مجلس الادارات، رئيس تحرير من كل مؤسسه، 4 رؤساء تحرير من الصحف الحزبيه، وعدد من الشخصيات العامه يختارهم رئيس الجمهوريه بما لا يتجاوز البنود المنصوص عليها، واثنين من اساتذه الصحافه والاعلام، واثنين من اساتذه القانون، ويعني وواحد ممثل مجلس الدوله وهكذا بالشكل ده. ده قانون 96. حتى المشير طنطاوي واحنا نتحدث عن اوضاع ثوريه، اوضاع 25 يناير، المشير طنطاوي احترم القانون وعاد تشكيل المجلس الاعلى بعد حوالي 10 شهور من قيام الثوره والتزم بهذا القانون. طبعا احنا فوجئنا ان في اتجاه خاطئ بدا يحصل، قمت انا كتبت مقاله ثانيه في الحقيقه. طبعا لما انا حسيت ان انا بتواصل مع مستشار عادل منصور كل ما نروح لعادل منصور اكتب له مذكره يروح يبعتها للمستشار الاعلامي. فقمت جيت في الاهرام يوم 10/8/2013 كتبت مقاله ثانيه في الاهرام. وانا قلت اكتب في الاهرام ليه؟ لان الاهرام يعني باعتبار بينظر الينا ده الجورنال الرسمي للدوله، الجورنال اللي يمكن بيكون محط انظار المسؤولين. طبعا هي كل الصحف محط انظار المسؤولين سواء الاهرام او الاخبار او الجمهوريه، لكن يمكن انا اخترت الاهرام في هذا الظرف العصيب، قلت يمكن ربما يكون الاهرام هو الاكثر سرعه او الاكثر فاعليه في توصيل رسالتي. فكتبت مقاله ثانيه يوم 10/8/2013 بعنوان هل يعلم الرئيس؟ انا بسال بقى الرئيس عادل منصور بقول له يعني هل انت عارف اللي بيحصل عندك في مؤسسه الرئاسه؟ هاتونا يا جماعه المقال ده لو سمحتوا. هاتونا المقال ده لو سمحتوا. هل يعلم الرئيس؟ وبقول له يعني يا ريس يعني انا عايز اعرف يعني هل سيادتك بتقرا الجرايد بنفسك؟ ده كان بقول لمستشار عادل منصور هل انت بتقرا الجرايد بنفسك؟ وهل بتعتمد على ما يقدم اليك من ملخصات صحفيه بيعملها لك مستشارك الاعلامي؟ السؤال الثاني، طب النهارده يا ريس هل تعلم ماذا يحدث داخل قطاع المؤسسات الصحفيه القوميه؟ طب هل انت عارف اللي عمله معاك مستشارك الاعلامي ونقيب الصحفيين والدس اللي دسوه ودسوا لك السم في العسل في اشياء يعني للاسف بيتم توريط الصحافه فيها؟ وبقول فيها في النهايه اذكر بان كاتب هذا السور ليست له مصلحه مباشره، انا ما عنديش اي مصلحه مباشره. لا انا في موقع رئيس مجلس الاداره في موقع رئيس التحرير، وبالتالي لو عملوا حركه تغييرات لرؤساء التحرير ورؤساء مجلس الادارات انا مش موجود في حاجه وخايف عليها. لكن في الامانه وانا في هذا المقال بقول ان احنا بنهد اللي احنا بنيناه. في نفس اليوم انا كنت كاتب مقال ثاني في جريده الوفد، هاتونا يا جماعه بتاع جريده الوفد، كان ده كان منشور مع مقال الاولاني اللي هو يوم 29 يوليو 2013. دول 3 مقالات هم انا بعرضهم امام الرئيس السيسي وبقول له هذه شهاده انا قدمتها من 3 سنين يوم 29 يوليو 2013، 29/7/2013، بعنوان الرئيس ومستشاره الاعلامي. يمكن المقال ده كان في الوفد، كان مقال جريء شويه، وانا احذر فيه من المسلك الذي يتخذه المستشار الاعلامي للمستشار عادل منصور، وبقول فيها ان ده مسلك ضار جدا هيأذي البلد
وزي ما محمد مرسي كان معاه مجموعه مستشارين غرقوه، والنهارده مرسي غرق ليه؟ غرق بالشات المستشارين اللي معاه اللي عملوا حاجات كده غريبه ولعت مصر كلها. ما يفعله مستشار الاعلام للرئيس عدلي منصور هو كان شيئا كارثيا. عايز اقول يعني شيء غريب. يعني المستشار يعني الاستاذ المسلماني فتح باب الاتحاديه امام مجلس النقابه وتجاهل تماما كل محطه مجلس على تواصل مع الرئيس. طب انت رئيس، انت بتسمع لطرف، ما تسمع الطرف الاخر من الصوره وشوف الطرف ده بيعمل ايه ووزن. وانت راجل قاضي، انت بقى عندك الميزان بتاعك، عندك ادي الكفه بتاعت مجلس النقابه اللي هو اصلا قانونا ودستوريا ليس من حقه ان يطالب بحل مجلس اعلى الصحافه، وعندك الكفه بتاعت مجلس اعلى الصحافه. شوف المجلس ده شغال ولا مش شغال، المجلس ده تورط في اخطاء ما تورطش في اخطاء، المجلس ده كان اداه في ايد الاخوان ما كانش في ايد الاخوان. اذا ثبت هذا يغور المجلس في 60 داهيه. ثبت ان المجلس ده كان شغال، محتاجين نغير بعض العناصر لكن النهارده ان احنا نهد العماره كلها. يعني انا عندي في العربيه بتاعتي في حاجه مشكله، في فانوس بايظ، في لمبه محروقه، اكسر العربيه كلها علشان لمبه؟ اكسر العربيه كلها عشان في كاوتش نايم مثلا او في حاجه عايز تغفل العربيه؟ ده كان منطق غريب جدا في التعامل مع الرسائل الصحفيه. طبعا مشينا في طريق، طبعا يعني خلاص انا كتبت وقلت اللي عندي ونشرت في الاهرام ونشرت في الوفد وخلاص ده اللي عندي قلته. وفوجئنا بصدور قرار من اغرب القرارات العجيبه، قرار من اغرب القرارات المخربه في تاريخ الصحافه المصريه. ده مدار المستشار عدلي منصور اهو، القرار الجمهوري، قرار بقانون رقم 76 لسنه 2013. بيقول بقى ايه القرار ده بقى؟ بشان بقى تعديل بعد بعض احكام القانون 96 96. يعني ده النهارده ده العمليه اللي حصلت دي مش عمليه اعاده تشكيل مجلس اعلى، ده انت لعبت في القانون نفسه. يعني طب غير مجلس اعلى الصحافه وشكل مجلس، انا ما عنديش اي مشكله، لكن انت النهارده انت بتعبث بقواعد اللعبه نفسها، بالمعايير يا نقيب الصحفيين اللي المفروض انك انت ملم بالكلام ده كله. ده القانون اللي الصحفيين حطوه، ده القانون اللي هو كان محصله نضال صحفي مصر في مواجهه القانون المشهور رقم 93 لسنه 95. حطوا هذا القانون وكانت محصله صراع طويل مع الدوله، وفي النهايه نجح هذا القانون هو بيعبر عن الاراده الصحفيه. نفاجئ بقى ان هو بقى هنا بقى عمل بقى ايه؟ قال لك يستدل بنص الماده 68 من القانون رقم 96 لسنه 96 المشار اليه، النص الاتي. ماده 68 اللي هو الباب الرابع، لعب في الباب الرابع، بيقول يصدر رئيس الجمهوريه قرار بتشكيل المجلس الاعلى للصحافه على النحو التالي: نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين ورشحان مجلس النقابه. ادي النقيب واثنين من النقابيين اللي هم الجماعه اليساريين، الجماعه الشمال دول. رئيس النقابه العامه لعمليه الصحافه والنشر، اثنين من اساتذه الصحافه بالجامعات المصريه ورشحان مجلس اعلى الجامعات، اثنين من اساتذه القانون، رئيس اتحاد الكتاب ومؤسس لوزاره الماليه. رغم الشخصيات العامه وكبار الصحفيين تم اختيارهم بتشاور مع مجلس النقابه. يا جماعه ده الف ب عمل نقابي ان ما يكونش له اي علاقه بالعمل التنفيذي. انت النهارده تقريبا المجلس الاعلى للصحافه ده اللي انت شكلته انت رميته كله في حضن مجلس نقابه الصحفيين. بنفاجئ النهارده ان المجلس كله تقريبا كله حاجه كده، كله حاجه جاي اتجاه واحد، لون واحد. يعني طبعا اتشكل المجلس الاعلى النهارده، احنا بنتكلم بقى يا سياده الرئيس 3 سنين. النهارده اهو القرار ده صادر في 5/8/2013، 5 أغسطس 2013، ده قرار تشكيل المجلس الاعلى الحالي. من 5 أغسطس 2013 احنا النهارده بنتكلم في 7 يونيو 2016، نتحدث عن مجلس اعلى 3 سنوات بلا اي فاعليه. مجلس اعلى اصبح بيمثل عاله على الحياه الصحفيه في مصر. من ضمن مهام المجلس الاعلى سياده الرئيس اللي انا عايز اوضحها لك، اختصاصات المجلس الاعلى هو حاليا هنا القانون محدد 18 اختصاص، في هنا 18 مهمه ده المفروض المجلس الاعلى يقوم بيه. من ضمن المهام 18 دول عشان وقت الحلقه في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى احنا بنتكلم النهارده المتابعه الفعاله للاداء الاقتصادي، متابعه فعاله للاداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفيه القوميه من خلال دراسه ومناقشه تقرير الاداره والجهاز المركزي للمحاسبات واتخاذ كل ما شانه ضمان حسن الاداء. ده اتلغى بقى له 3 سنين ما بيتعملش. الحاجه الثانيه النهارده احنا بنتكلم في اصدار ميثاق رقم 11، متابعه وتقييم ما تنشره الصحف واصدار تقارير دوريه عن مدى التزامها باداب المهنه وميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير. اهم مهمتين، اخطر مهمتين للمجلس الاعلى للصحافه اللي المفروض هو يتابع اداء اقتصادي ويتابع اداء فني لم يحدث خلال ال3 سنين اللي فاتوا قولا واحدا. وانا اتحدى ان المجلس الاعلى الموجود ده هو يكون عمل تقرير واحد، تقرير فني واحد الجرايد بتشغل ازاي، او عمل تقرير اقتصادي او اداري او مالي واحد بيتكلم من هي شغاله ازاي. اذا النهارده يا سياده الرئيس ماذا نتوقع من قطاع طرق هذه ال3 سنوات، هذه السنوات الثلاثه سايب؟ والنهارده برضه يا ريس يعني حضرتك قلت الدستور مش الدستور. لا ده هي مشكله ما قبل الدستور. طب النهارده بنيجي بقى نشوف القانون ده، ده القانون ال 12 هو القانون الموحد اللي هو لم الشمع المغربي. طبعا احنا عندنا يعني تجارب كثيره، طبعا طول عمر مسيره التشريع المصري تتحدث ان قطاع الاعلام المرئي والمسموع له قانون اللي هو قانون 13 لسنه 79 مش هنا اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ده المتعلق باداره كل ما هو متعلق بقطاع الاعلام المرئي، قانون رقم 13 لسنه 79 ده بيدير مبدا اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكل ما هو متعلق بالفضائيات والحاجات المرئيات والمسموعه. وفي عندنا قوانين كثيره تتحدث عن الاعلام المقروء، الاعلام الورقي بتاعنا، وابرزها او اخرها كان القانون رقم 96 لسنه 96. فوجئنا هنا بان القانون ده يا ريس اللي طلع طبعا هو عمل حكايه ايه؟
حاجه كوكتيل ضرب الاثنين في بعض وطلع قانون جديد، رغم ان هو جاي هنا اتكلم عن مجلس اعلى لتنظيم الاعلام وهيئه وطنيه للصحافه وتنظيم الاعلام، بنفاجئ بان هناك خلط واضح وهناك مواد مشبوهه داخل هذا القانون. وانا كنت تقدمت بهذه الدراسه وبعتها لمؤسسه الرئاسه، بعتها لمجلس الوزراء، بعتها لمستشار مجد العجاتي، قلت لهم يا جماعه ارجوكم في تجاوز من نقابه الصحفيين، نفس البلوه ونفس الغلطه اللي حصلت 2013 بتعاد مره اخرى وبتكرر مره اخرى. اثنين، تخيلوا الازمه اللي حصلت مع وزاره الداخليه دي لو كانت حصلت النهارده والقانون ده كان طلع النهارده، ايه موقف رؤساء تحرير الصحف القوميه وهم شغالين ازاي؟ والنهارده ده انا النقابه هي اللي معيناني، في نقابه بتعين مسؤول، نقابه التجاريين بتعين محافظ البنك المركزي، نقابه المهندسين بتعين رئيس مثلا شركه مواليد العرب، اطلاقا عمل النقابه هو عمل تطوعي لا علاقه له بالاداره. هي طبعا الموضوع ده موضوع يعني موضوع شائك وكبير، وانا اتمنى ان يصل صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي واقول له يا ريس ليس هناك ما يمنع في الدستور الحالي من اعاده تشكيل مجلس اعلى مؤقت لمده عام الى حين ما تكون الاجواء في المجتمع مهيئه لاصدار قانون موحد للصحافه والاعلام، يكون قانون متوازن يضمن حقوق المجتمع ويضمن الحفاظ على المؤسسه الصحفيه القوميه، لان هذا القانون وضع بعقليه انتقاميه. هو نفس القانون اللي ضيق رشوان جابوه هنا جلاله الجمهوريه في جلسات الاستماع، نجيبه يمين نجيبه شمال، هو القانون هو ده اللي مشي، وهو ده القانون اللي هدفه تدمير وتفكيك هذه المؤسسة الصحفية القومية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا اليوم، وغدا نلتقي مع جولة جديدة وصحافة جديدة، وشكرا لحسن المتابعة.